النهارده نشرح ايكو. ايكو بيلعب ميد بس، ميد بس. ايكو من الشخصيات الصعبه، مش اي حد يلعب بيه. من الناس اللي بتتحكم في الوقت، فانت لازم تكون مركز في كل حاجه حواليك. بص يا معلم، الباسيف ضربه، التانيه التالته بتديك بونس دامج، وبتدي العدو، بص الدايره اللي حوالين العدو دي بتديك سلو لمده 3 ثواني، وبتديك انت بتسرعك انت ثانيتين. الباسيف دي عامله زي بتاعت فاين بالظبط. الكيو بتاعت ايكو بص بتروح لما بتلمس اي حد بتديله سلو لمده 3 ثواني. هي بتعمل دامج بسيط، بس هي شغلتها كلها ان هي بتعمل سلو. بص بتروح، ولما ايكو بيروح في اي مكان هي بترجع له تاني. دي بتفيدك وانت بتهرب او انت عايز تجيب حد. هنشرح اول حته من الدبليو. الدبليو مجرد اول ما بتفتحها بتديك ماجيك دامج عالي للعدو اللي هيلسه اقل من 30%. الدبليو عشان تستعملها صح لازم تكون جوه الدايره. لما بتكون جوه الدايره بتديله استنى لمده ثانيتين وربع، وبتديك شيلد لمده ثانيتين، وبتديك دامج اعلى لمده ثانيتين. الاي بتاعتك باختصار ليها نقطتين، نطه في مكان ونطه تانية على الهدف بتاعك، وبيبقى الدمج بتاعك اعلى. طب انا هتعمل اي دي ازاي؟ انا لو ضربت دبليو كده ورحت داخل في الدايره بالاي، انا كده خدت الدمج بتاع الدبليو والاستنى والشيلد بتاعي والدمج بتاع الاي. الالت بتاعتك ان ايكو بيرجع الوقت لاربع ثواني لورا، بترجع بالاتش بي بتاعك اللي هو كان قبليها باربع ثواني. خلي بالك ان ده سلاح ذو حدين، يعني ممكن تموت بيه وممكن تقتل بيه. لما بترجع لنفس المكان اللي الدل كان فيه، يعني الدل بتاعك اللي وراك ده بيبقى قبليك باربع ثواني، انت لما بترجع مكانك بالدل اللي انت كنت فيه ده بتاخد دامج اعلى في المكان اللي انت فيه، بيتعمل على هيئه دايره زي الدبليو بالظبط. طبعا كله هنا عايزين يزنقوني، انا جاي من الميدل التوب، ده بيساهم في النوف توب، هاجي هنا هضرب فلاش احلى. طيب بلاش دي، بص دي، بص دي، انا هنا عملت ايه؟ ضربت ايه؟ بص هضرب هنا دبليو وهرجع بالالت. بص الدامج بتاعي قتلت واحد، دخلت جوه ده جديت استنى وخدت شيلد وخدت دامج، جبت دبل كيل. نصيحه من اخوكو، دايما طمع اللي قدامك طول ما انت معاك الت، بس ما تنساش ان انت الاتش بي بيرجع قبليها باربع ثواني. احسبها بقى انت مع نفسك. How did we get here? How did this happen?
بحاول ابسط الشرح على قد ما اقدر. يا رب تكونوا فهمتوا حاجة. تابعونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. معكم مهند من تيم عرب لولو.